أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش المصري مقتل ضابط وعشرة جنود وإصابة خمسة آخرين في هجوم مسلح نفذته مجموعة من العناصر التكفيرية شرق قناة السويس. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان على موقع فيسبوك إنه تم إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة. وأضاف المتحدث أنه تم الاشتباك والتصدي لعناصر المجموعة المسلحة ما أسفر عن مقتل ضابط وعشرة جنود وإصابة خمسة آخرين بحسب البيان. وأوضح أن قوات الجيش لا تزال تطارد عناصر المجموعة المسلحة وأنها حاصرتهم بإحدى المناطق المعزولة في سيناء. وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من عمان الدكتور حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات المسلحة. دكتور أحييك. مثل هذه الأعمال من قبل المجموعات المسلحة في سيناء كانت توقفت، مما أعطى إشارة من أن الجيش المصري استطاع، لا أقول القضاء عليها نهائيا، لكن على الأقل محاصرة هذه الظاهرة في سيناء. إلا أن فوجئنا جميعا بعملية اليوم، والتي على ما يبدو كانت عملية كبيرة للغاية، مقتل 11 فردا بالجيش المصري، أعتقد رقم كبير. ما الذي أعادهم إلى الواجهة مرة أخرى؟ دلالات التوقيت من وجهة نظرك دكتور؟ أعتقد بأن تنظيم الدولة عموما سواء كان في مركز في العراق وسوريا أو في بقية الولايات، سواء في خراسان أو في أفريقيا، غرب أفريقيا، وسط أفريقيا، وكذلك إمارة الصحراء والساحل، يعني كل هذه الفروع في 28 دولة عملت مع القيادة الجديدة، أقصد يعني منذ 2021، على إعادة الهيكلة، وبالتالي كانت تمر بمرحلة انتقالية نتيجة الضربات سواء بالتحالف أو ما قامت به القوات في مصر، ما يسمى العملية الشاملة 2018، عندما تم الزج في أكثر من 50,000 من قوات الجيش فضلا عن القوات الأمنية واستخدام كل هذه الوسائل. نعلم بأنه التنظيم نعم انخفضت بشكل كبير، يعني كان في قمة الصعود 2015-16 نفذ في عام 2016 330 هجوم، وكانت هجمات أيضا مركبة ومعقدة ومتنوعة، بمعنى تشمل اقتحامات، عبوات ناسفة، عمليات انتحارية، ثم تمدد، لكن تراجع. نعلم بأنه أصبح في المتوسط منذ مع عملية التفكير بإعادة الهيكلة ونتيجة بالتأكيد هذا الزج بالقوات العسكرية، وكذلك إنشاء اتحاد يعني التعاون مع القبائل المحلية في نهج مكافحة التمرد، أدى إلى التراجع لكن لم ينتهي، ربما يعني انخفض، بمعنى منذ عام 2020 حتى الآن ربما 19-20 شاهدنا ارتفاع قليل، لكن عادت إلى الثبات على مستوى 45 هجوم سنويا كما حدث في العام الماضي، لكن عمليات صغيرة لا تلفت الانتباه. وبالتالي كان هدف التنظيم إعادة الهيكلة وتثبيت إثبات قدرة مثبتة على التنظيم والحفاظ على الهيكلية. أعتقد أن هذه العمليات تشير إلى أن هناك نهج جديد، توسع مرة أخرى، يبدو أن التنظيم أعاد الهيكلة وبالتالي بدأ يفكر في عمليات أخرى. نعلم أن كل هذا أسباب الصعود له أسباب دائما متجذرة في الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نعلم بأن مصر الآن تمر في أسوأ أوضاع الاقتصادية وكذلك السياسية، الانغلاقات، ونعلم بأن دائما هذه الحركات الراديكالية هي تعبير عن فشل سياسي واقتصادي وفقدان الخيارات، وهذا ما يجعل عودة التنظيم كانت أنها متوقعة من قبل الخبراء، ولكن لا نعلم ربما يعني متى ستبدأ، لكن دائما مترافق من نعم. تنامي الغضب الشعبي على السياسات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. نعم، مشاهدينا الكرام، هناك مؤسسة سيناء الحقوقية، وهي مؤسسة أو لحقوق الإنسان معنية بحقوق الإنسان في سيناء بشكل عام، وتكتب الأخبار تباعا عن ما حدث، وهي تتحدث عن أرقام أكبر، 17 عسكريا وليس فقط 11 كما جاء في بيان المتحدث العسكري، لكن بالطبع نحن نأخذ بالبيان الرسمي، بيان المتحدث العسكري، حتى أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على صفحتها أو على حسابها على تويتر نشرت الأسماء، أسماء الذين قتلوا في هذه العملية من قبل المجموعات المسلحة رحمة الله عليهم بالطبع. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي. أستاذ ماهر، أهلا بك معنا. الحقيقة دعني أطرح عليك، أهلا بك، دعني أطرح عليك نفس السؤال الذي طرحته على الدكتور، وهي فكرة دلالات عودة مثل هذه العمليات، لكن هذه المرة بهذه القوة في هذا التوقيت، ما هي؟ تفضل.
بعد التحية، يعني كان هناك انحدار في مستوى عمليات التنظيم خلال العامين الأخيرين لأسباب متنوعة ومتعددة، منها يعني على سبيل المثال الانقسام الكبير الذي جرى داخل التنظيم في سيناء بسبب التعاطي مع بعض الأمور الفكرية والإيديولوجية حول تكفير العازر وغيرها، وهذا الانشقاق الكبير والانقسام الإيديولوجي الكبير يعني صب من المركز إلى بعض الأفرع على مستوى العالم، وهنا أدى ذلك إلى يعني انهيار داخل روخة التنظيم. يعني ده دان في مجزرة مذبحة مسجد الروضة التي طالت يعني أكثر من 300 مواطن كانوا بيصلوا الجمعة في مسجد الروضة وقتلوا. بعد هذه المذبحة المروعة في الحقيقة حدث انهيار كبير جدا ومحاسبة لبعض القيادات، وسلم وأبلغوا عن بعض وسلم بعض القيادات وقتل العديد من القادة بعد هذه العملية، فهذا أدى إلى انهيار كبير جدا. بعد ذلك طبعا هناك طبعا التحام قبلي كبير جرى بعد هذه المذبحة مع الجيش في سيناء، ونشأ اتحاد القبائل بقوة وأصبح يطارد هذه الفلول من قبائل من اتحاد بين قبيلة السواركة والترابين وطاردوهم في الجبال، وبرضه هذا أدى من الأسباب القوية جدا لانهيار التنظيم. الآن يعني هناك محاولات طبعا لإثبات الوجود، يعني هو هذه التنظيمات يعني لا تنتهي في أي دولة في العالم بشكل نهائي، يعني لأنها تتعلق بأسباب كثيرة جدا كما تفضل الدكتور حسن، ولكن هذا التنظيم الذي قام بكل هذه العمليات خلال السنوات الأخيرة، هناك عناصر فرت جديدة جدا من أماكن توتر وعادت، هناك تمحور، ويعني هذه التنظيمات بدأت تسكن في أماكن أشد وعورة، مثلا مثل منطقة قرية جلبانة اللي هي محاذية لشرق قناة السويس والتي كانت فيها العملية اليوم، طبعا وهذه منطقة شديدة الوعورة جدا، ومنطقة شبانة جنوب شرق مدينة رفح، يعني التجاء التنظيم إلى أماكن أشد وعورة وإلى أماكن جديدة بعيدة. طبعا هناك أيضا بروز بعض العناصر من السلفية الجهادية الغزاوية، ومن حوالي شهر تقريبا صدر بيان يعني أنا قرأته كان عن بعض العناصر المنشقة في حماس ترفض تعاطي حماس مع الحالة الفلسطينية وتنحاز إلى السلفية الجهادية. بعض العناصر أعتقد أنها فرت إلى الداخل سيناء، ونحن رأينا كيف أن اتحاد قبائل سيناء يعني أعلن على صفحته الرسمية أن زعيم التنظيم موسى سلمان عياد ومقتل القيادي الكبير عوض وهو من غزة، هذا مؤخرا منذ عدة أسابيع، يعني فهذا يدل دلالة كبيرة على فرار طيب. مثل هذه العناصر. أستاذ ماهر عفوا، لأنك ذكرت أكثر من مرة مسألة اتحاد قبائل وهي التي أصبحت على ما تبدو جزء من محاربة الجماعات المسلحة في سيناء، هذا الأمر كنا رأيناه في العراق تحت اسم الصحوات. الحقيقة هذا الأمر يبدو خطير في بعض الأحيان أن تقوم بتسليح مدنيين لمواجهة المسلحين لا تعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، ما الفكرة من هذا الأمر، فكرة تسليح قبائل لتواجه الجماعات المسلحة، يعني ما الهدف؟ نحن نعلم أن القبائل السنوية مسلحة بشكل تلقائي بشكل طبيعي، يعني لم يقوم أحد بتسليح هذه القبائل. ما حدث في العراق مختلف تماما، هو تسليح بعض العشائر لمواجهة التنظيم. هنا القبائل بشكل تلقائي في سيناء منذ عشرات السنين هي مسلحة بشكل طبيعي. ثانيا القبائل تقوم بدورها أعتقد أنه دور تطوعي وليس بدور تنظيمي بشكل مكلفين به بدعم مالي أو بدعم مسلح وهكذا، ولكنها تقوم بشكل طبيعي لأن العناصر الموجودة من قادة التنظيم هم عناصر من نفس القبائل وهم أدرى بهم، يعني وهم أدرى ما هي فكرة الاستعانة بهم، بالتأكيد شيء الاستعانة بهم يعني للمكان كأدلة مسألة مقبولة، لكن الاستعانة بهم لمحاربة الجماعات المسلحة لعل البعض يرى في هذا الأمر الحقيقة خطورة يعني شديدة. عمليات سارية من هذه القبائل. أنا عايز بس أسمع رأي الدكتور حسن في هذه النقطة، نقطة اللي هي القبائل أصبح لها دور في محاربة الجماعات المسلحة، يعني ده شيء جيد وشيء إيجابي أم له أضرار دكتور؟
لا، هو يعني هذا هو ما يسمى تكتيكات مكافحة التمرد الاستعمارية التي تم وضعها في الحقبة الاستعمارية، وأرسى قواعدها الجنرال الفرنسي بان الاستعمار الجزائري ديفيد جالولا، ثم عاد إحياءها مرة أخرى في أثناء الاستعمار الجديد الأمريكي للعراق ديفيد باتلوس 2006-2007، ما يسمى الصحوات، بمعنى هي جزء من تكتيكات الاستعمارية فرق أسد، وبالتالي للسيطرة على السكان المحليين. بالتأكيد هذه التكتيكات التمرد مخافة التمرد الاستعمارية يعني لا يمكن هي تأتي من قوة خارجة أو من قوة غازية، لكن القوات اللي بدأت تستخدمها كما استخدمها الجيش المصري منذ 2018 بشكل واضح وصريح يعني غير مترافقة حتى مع هذه التكتيكات، بمعنى أنه يجب أن تكون مترافقة دائما ما يسمى عملية كسب العقول والقلوب، وهذا يتم عن طريق تنمية مستدامة كما يحدث مثلا مع حدث مع مجموعة فارك مثلا في كولومبيا، وبالتالي أنت تجلب ليس مجرد، بينما هذا هو فقط يزيد، لأنه نعلم أن في سيناء وفي أي مناطق هناك أيضا بين هذه القبائل مسألة إثار، مسألة تنافس كبير، وبالتالي يخلق مشاكل وقد ينشر يعني مشاكل أكثر عمقا، ثم لا ينهي الظاهرة، يعني هذا بإجماع الخبراء كفى في مكافحة التمرد في سيناء مثلا كما قلت، ولا يزال يحافظ على هيكلية ثابتة وعلى عملية مستدامة 45 هجوم سنويا يعني، وبالتالي يعني والكل يتوقع ان هذا غير مستدام لانه غير مترافق من عمليات تنميه وكذلك عمليه مراعاه حقوق الانسان، وهذا يخلق شرخ مع وجود المشاكل الاخرى السياسيه والاقتصاديه والضغوطات الاخرى، بالتاكيد ان ثم لا يمكن ان نضمن، وبالتالي هذه على المدى المتوسط وحتى والقريب وحتى القريب القريب يعني سيكون لها تداعيات خطيره وتصبح عمليات يعني نعلم دكتور حتى لا اطيل اكثر من ذلك لضيق الوقت، يعني من هؤلاء بمعنى من هؤلاء الذين يحاربون الجيش المصري في سيناء؟ بمعنى هل هم أفراد غير مصريين يحملون جنسيات أخرى أتوا عبر الحدود سواء برية أو بحرية ودخلوا إلى سيناء؟ هل هم من غزة كما ألمح لذلك السيد ماهر فرغلي، أم هم من أهالي سيناء وهم مجموعة من المصريين حملوا أفكار رافضة للدولة وللجيش بشكل أو بآخر؟ يعني من هؤلاء دكتور باختصار؟ لا، هم المكون الأساسي من هذا، وهذا هو الخطورة، أنهم من داخل نفس القبائل، يعني الرميلات، الترابين، السوير، كل هذه يعني هم من البنية الأساسية والقيادة الأساسية من هذا. الآن قد يأتي بعض الآخرين، لكن البنية الأساسية المكونة من داخل المنطقة، وبالتالي ثم بعد ذلك قد يأتي من مصر عموما، وقد يأتي بعض المناصرين سواء كان يعني من غزة أو من بقية الدول، لكن المكون والهيكل الأساسي والمقاتلين والقادة هم من هذه المنطقة وابناء هذه القبائل، وهذا ما يجعل الأمر أكثر خطورة، هذا هو نهج التنظيم. ولذلك أعتقد بأنه دائما هناك مشكل كبير يخلق، لأن هؤلاء ليس كما ادعى، إذا لاحظنا كل الأسماء القتلى أو المعتقلين لدى الحكومة بشكل واضح أنهم ينتمون إلى ذات المنطقة الجغرافية وهي جزيرة سيناء. شكرا جزيلا الدكتور حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، كنت معي عبر الانترنت من عمان، وكان معي عبر الهاتف أيضا من القاهرة الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية سيد ماهر فرغلي. المسائية مستمرة، وبعد قليل مصادر مصرفية تقول إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سيعقد في موعده في 19 من مايو الجاري، ومخاوف من خفض جديد للجنيه أمام الدولار وترقب في أسواق الصرافة والذهب.